السلام عليكم متتبعين قناة لمسة الديكور. فيديو جديد في القناة، نتمنى ان شاء الله يلقاكم في احسن الاحوال يا رب. ان شاء الله كيف ما كتشوفوا فيديو جميل جدا. الناس اللي كيعشقوا تقديم الطاولة، اللي كيعشقوا الاواني الفاخرة، ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نشارك معكم تشكيله من الاواني الجميله، وكذلك من الطرق اللي كنقدموا بها الشاي او لا كنقدموا بها حتى الكوتي. اواني جميله اللي كنضيفوا بها الناس اللي عزاز علينا. نتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم. وبالمناسبه فهاد الاواني يعني اواني حطيت لكم تشكيله من الاواني التركيه والاواني المغربيه وكذلك اواني جزائريه. نتمنى ان شاء الله ناخذوا واحد الفكرة عن طرق التقديم الجميلة جدا اللي عجبتني، طرق مغايرة على الشكل التقليدي اللي كنقدموا به الطاولة ديالنا، سواء في حضور يعني الضياف ديالنا او لا الطريقة باش كنقدموا بها بشكل يومي. افكار جديدة، نتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم. وهنا افكار جديده كنشاركها معكم. هنا بعض الاخوات كيف ما سبق لي قلت لكم اخوات مغربيات وكذلك تركيات وجزائريات، فكيف ما كتعرفوا كل دوله والا عندها تقاليد ديالها وعندها طرق التقديم والطرق باش كتستضيف الضيوف ديالها. كيف ما كتشوفوا هنا طرق جميله جدا، وعلاش ما نستافدوش من بعضياتنا. هنا كذلك غادي نشوفوا بعض الاواني الجميله واللي كتكون عندنا بعض المرات ولكن ما كنعرف فوش نستغلوها واحد الاستغلال جديد. كيف ما كتشوفوا هنا فبفكره بسيطه يعني بدلنا الشكل كلي، الطريقه باش كنقدموا الشاي ديالنا او العصير ديالنا. نتمنى ان شاء الله هاد الافكار تنال الاعجاب ديالكم، وخليوا لي لي كومونتير ديالكم كيفاش جاتكم. وهنا اخواتي غادي نشارك معكم هاد الطريقه ديال المعسلات اللي عجبتني بزاف بزاف، كتكون كمرفقات في الكوتي ديالنا. الصراحه زوينين زوينين بزاف، واللي نقدروا نصيبوهم غير في البيت ديالنا. هنا كيف ما كتشوفوا يعني معسلات بالفاكهه المشمش، وعندنا كذلك حتى بالجزر، يعني طرق اللي هي جميله جدا. الطريقه غادي تشوفوها هنايا كيف ما كتشوفوا، غادي نديروا جوج ولا ثلاثه الكيسان ديال السكر سنيده، وغادي نزيدوا معاهم المشماش اللي غادي يكون منقي ومغسول، وغادي نزيدوا معاهم واحد الطرونش ديال الحامض، وهكذا غنخليوها طيب على نار مهيله. وغادي نبقاو نحيدوا فقط هذيك الكشكوشه اللي كطلع لينا الفوق، وكنخليوه حتى كيتعسل مزيان، عاد كنطفو عليه يبرد. تقريبا نفس الطريقه اللي غادي نديروا مع الجزر كذلك كيف ما كتشوفوا، غير هنا زدنا بعض العويدات ديال القرفه وكذلك طرونش ديال الحامض والجزر بعد ما حكيناه بهذه الطريقه هكا تيكون شي شويه غليظ، وغادي نقصوا عليه ونخليوه حتى يتعسل مزيان مزيان. هنا كيجي فكره جميله جدا كمرفقه الكوتي، فكره صراحه عجبتني بزاف، نقدروا نصايبوها ونخليوها في الدار عندنا. كنحتاجوهم هكا مره مره الوليدات الصغار كيعجبهم، وكنحطوهم كمرفقه للشاي والقهوه.
وهنا اخواتي غادي تلاحظوا معايا اشكال جميله وعصريه في الاواني كيف ما كتشوفوا في هذا الفيديو، الوان اللي كتحمق واشكال ديال لي طاس اللي رائعه جدا جدا. كذلك البلاطويات اللي كنقدموا فيهم هاد الكويسات هادو هاد لي طاس هادو، كذلك اللي كنقدموا فيهم الحلويات ديالنا في اشكال جديده. وغادي تلاحظوا بان الناس بزاف ولاو كيشريو هاد النوعيه واللي هي اواني تركيه يعني من الاصل. وبالنسبه للناس اللي غادي يسولوا فاكيد فهي متواجده بجميع مدن ديال المغرب، ولاو بزاف ديال الاشكال عندنا تماما بحال اللي كاينين في تركيا. وبالنسبه للناس اللي كيسولوا فكاينين يعني اماكن ديال بيع الاواني المنزليه كذلك كيكونوا فيهم هاد الاواني التركيه. كذلك كاينين دي باج سوغ انستغرام اللي كيبيعوا بالضبط هاد النوع ديال الاواني التركيه، يعني متواجدين بواحد الشكل كبير. كذلك بالنسبه للناس اللي غادي يكونوا في مراكش وغادي يسولوا على هاد الاواني هادو فمتواجدين كذلك سواء في الاسواق الكبرى، كيتواجدوا كذلك في محل صاغا بالنسبه للناس اللي كيعرفوه، وكذلك كيتواجدوا عند جميع الناس اللي كيبيعوا الاواني المنزليه. اخواتي نتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم، ان شاء الله تخليوا لي لي كومونتير ولي لايك ديالكم، واللي مازال ما اشتركش في القناه يشترك، ونتمنى تساليوا الفيديو حتى الاخر، ونقول لكم بسلامه حتى الفيديو اخر ان شاء الله.